وكفى والسلام على عبادي على صحابتي الكرام آل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام الكرام مع مسند أحمد، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النضر، حدثنا مسعودي عن حكيم بن جبير عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية قال: أوتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضابطه، فدعا إليه رجلا فقال: إني صائم. قال ثم قال: وأي الصيام تصوم؟ لولا كرهت أن أزيد أو أنقص لحدثتكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حين جاءه العربي بالأرنب، لكن أرسله إلى عمار. فلما جاء عمار قال: أشاهد أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جاء العربي بالأرنب؟ قال: نعم. فقال: إني رأيت بها دما. فقال: كلوها. قال: إني صائم. قال: وأي الصيام تصوم؟ قال: أول الشهر، أو أصوم أول الشهر وآخره. قال: إن كنت صائما فصم الثالث عشرة والأربع عشرة والخمس عشرة. وهذا يعني إسناد فيه ضعف. المسعود وعبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة اختلط، وابن نضر وهاشم بن القاسم روى عنه بعد الاختلاط، وحكيم بن جبير ضعيف لكنه توبع، وابن الحوتكية هو يزيد بن حوتكية التميمي، لم يروي عنه سوى موسى بن طلحة. والحديث لكن الحديث جاء في أكثر من وجه. أخرج الطالسي عن المسعودي بهذا، وأخرج الحميدي والنسائي من طريق حكيم بن جبير ومحمد بن عبد الرحمن مولى طلحة، زاد النسائي وعمرو بن عثمان ثلاثتهم عن موسى بن طلحة به، وذكروا فيه أبا ذر مكان عمر. وأخرجه كذلك عبد الرزاق بن خزيمة من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن موسى بن طلحة به، وهو أيضا عند أحمد. وأخرجه النسائي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية قال أبي جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أرنب، فجعله من مسند أبي. ثم قال النسائي: الصواب عن أبي ذر، ويشبه أن يكون وقع من الكتاب ذر فقيل أبي. وأخرج أبو يعلى من طريق الحجاج بن أرطاء عن موسى بن طلحة وما به، ولم يسمى الرجل الذي شهد مع عمر القصة. وأخرجه النسائي من طريق طلحة بن يحيى عن موسى بن طلحة عن النبي مرسلا. وفي الباب أيضا عن أبي هريرة بإسناد صحيح. وفيه أوتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضابط عام فدعا إليه رجلا. هذا فيه كرم الأخلاق. إخوتي الكرام، الكرم من شيم الأفاضل الأماجد، علامة على إيمان الإنسان بأن الجود والكرم من صفات الله جل في علاه، وأن الله يحب أن يراها في عباده، فالله جواد كريم يحب كل جواد كريم سبحانه جل في علاه. وكان إبراهيم يعني يشهر عنه أنه أبو الضيفان، وكان إبراهيم عليه السلام يحب الأضياف. وحاتم الطائي رجل بلغ، كان أراد شيئا فبلغه من الجود والكرم أيضا وإكرام الضيوف. فأوتي بطعام فدعا إليه رجلا فقال: إني صائم. ثم قال: وأي الصيام تصوم؟ فسأله عمر الخطاب فقال: لولا كرهيت أن أزيد أو أنقص لحدثتكم بحديث النبي. هذا فيه ورع الصحابة، وأنهم كانوا ما يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما أتقنوا، وكانوا يخشون من أن يزيدوا حرف أو ينقصوا حرفا. لذلك كان ابن مسعود إذا رأى قال: رضي الله عنك يا أبا البراء، عامل يا كريم، حفظك رب. قال كان ابن مسعود يقول: او مثل ذلك، او نحو ذلك، او قريب من ذلك. وكان ابن عمر اذا شك في 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 حرف لم يروه، خشيه ان يزيد على النبي صلى الله عليه وسلم او ينقص على النبي. فشوف عمر الخطاب، ومن هو عمر رضي الله عنه وارضاه، الملهم المحدث لهذه الامه، ومع ذلك خشي ذلك. قال: كرهيت، لولا كرهيت ان ازيد او انقص لحدثتكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حين جاءه العربي بالارنب. ثم قال: ارسلوا لعمار. لعمار كان واقع في الجلسة، وكان عمار بن أرضاء أضبط لذلك. شوف، وهذه كلها أدلة أنا أسردها لكم على وجوب الرجوع للأعلم، وجوب الرجوع للأعلم. أو عمر الخطاب من هو في الأمة، ومع ذلك علم أن عمار كان معه وكان أضبط للرواية، لذلك بعث وأرسل في طلب عمار. فقال: أرسله إلى عمار. فلما جاء عمار قال: أشاهد أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جاءه العربي بالأرنب؟ قال: نعم. فقال: إني رأيت بها دما. فقال: كلها، إني صائم. فقال له: وأي صيام تصوم؟ قال: أول الشهر وآخره. فأرشده، وأيضا قد قال صلى الله عليه وسلم: يعني أصمت من سرر الشهر. وسرر الشهر بعض العلماء كان قد
فسره أول الشهر وفسره بعضهم بأواسط الشهر. قال فقال له أول الشهر وآخره. قال إن كنت صائما فصم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. هنا نقول أنه لما قال أصوم أوله وآخره أصاب وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد له رتبة الكمال، أو قل هو في كمال فأراد له الأكمل، أراد له الأكمل. فقال له كنت يعني إن كنت صائما فصم الثالث عشرة والأربع عشرة والخمس عشرة. وهذا أصل أصيل في هذا الباب على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد أمته إلى الأكمل، إلى ما فيه الكمال وإلى ما فيه التمام. ولذلك أمره بصيام الثلاث عشر والأربع عشر والخمس عشر، وهذه سنة، لأن النبي أيضا في حديث موسى الأشعري أوصى بذلك بصيام الثلاث عشر والأربع عشر والخمس عشر. وهذا أيضا صيام ثلاث أيام بالدهر كله، يعني صيام ثلاث أيام بالشهر، لأن يوم بعشرة، ولكن في ثلاث عشر والأربع عشر بتبيغ الدم وبيكون فيه ما فيه من مصلحة للمكلف. ففيها هنا أيضا إرشاد الولي الرعية وتعليم الولي الرعية، وفيها أيضا التمسك بالأعلم وبالأضبط وبالأحفظ وبالأتقن يقدمونه. وهذا هو الغاية التي كانت من علمائنا، كانوا يقدمون من حق التقديم ويؤخرون من حق التأخير، وكانوا يضعون الشيء في موضعه، وكانوا يضعون الشيء في موضعه. لذلك حازوا وفازوا وتقدموا، والله جل وعلا يعني كتب على أيديهم نشر السنة ونشر الدين، وعبدوا العباد رب العباد. نحن الآن في زمان الله أعلم بحالنا، ولكن نحن نخشى من قول ربنا جل وعلا: ما كان لبشر أن يعطيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادة لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وروى أبو النضر أيضا قال، وروى المصنف أيضا قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل حدثنا مجالد بن سعيد. مجالد سعيد ضعيف، هو علة الحديث. حدثنا مجالد بن سعيد قال أخبرنا عامر عن مسروق الأجدع قال لقيت عمر بن الخطاب فقال لي من أنت؟ قلت أنا مسروق الأجدع. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأجدع شيطان، ولكنك مسروق بن عبد الرحمن. قال عامر: فرأيته في الديوان مكتوبا مسروق بن عبد الرحمن، هو أبو عائشة. فقلت: ما هذا؟ قال: هكذا سماني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الإسناد ضعيف لضعف مجالد بن سعيد. وأبو عقيل وعبد الله بن عقيل الثقفي، وعامر بن وعامر هنا وعامر بن شراحيل الشعبي، وحديث أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود وابن ماجه والبزار من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم بهذا الإسناد، وأخرج البزار من طريق جنيد بن أبي وهرة عن مجالد به، وذكره الدارقطني في العلل، وقال يرويه جابر الجعفي عن الشعبي، وجابر أيضا ضعيف. عن مسروق عن عمر قوله وخالفه مجالد فرفعه وزاد فيه: حدثنا رسول الله أن الأجدع شيطان. وفيها سنة تغيير الأسماء، النبي صلى الله عليه وسلم يعني تزوج زينب بنت جحش، كان اسمها برة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب. وأيضا بريرة غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب، قال: ولا تزكوا أنفسكم. فيا سنة في تغيير الاسم. ومسروق الأجدع قال: الأجدع شيطان، فأنت مسروق ابن عبد الرحمن. فسمع له أطاع وقال: سماني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فهذه فيها السنة على الأجدع شيطان، ورد موقوفا عن عمر بن الخطاب ومرفوعا، والموقوف هو الأصح. ففيها سنة تغيير الاسم. فلو كان الإنسان يعني كهؤلاء الرافض الخبثاء يسمون عبد الحسين عبد علي، وهنا أصلا أيضا عندنا القبورية يقولون عبد النبي. فلذلك تغييره واجب، تغيير الاسم في ذلك واجب، إذا التعبيد لا يكون إلا لله جل في علاه. الفوائد المستنبطة: من حق الرعية على الولي تعليمه، من حق الرعية على الولي تعليمه. النبي يشير للأمة على درجات الكمال. سنة تغيير الأسماء إن كانت على غير الحق أو على غير سوية. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم،
وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلق فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.